السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أخواتي إخواني، كيفكم؟ إن شاء الله تكونوا بخير وصحة وسلامة إن شاء الله. إن شاء الله رمضان بينعاد علينا وعليكم بالصحة والسلامة إن شاء الله. بدي أحكي هلأ عن موضوع الزكاة، زكاة الفطرة، تمام؟ في عنا الشيخ بجامع النور بمسجد النور الله يجزيه الخير حكى عن هذا الموضوع، عن موضوع زكاة الفطرة. السنة الماضية كان زكاة الفطرة عم تندفع بين 7 يورو و8 يورو، تمام؟ 7 أو 8 يورو. هاي السنة لا، هاي السنة بدها تنتفع 10 يورو، تمام؟ ليش؟ السبب انه اللي عايش بالمانيا بيعرف انه هلا الوضع بالمانيا انه صاير في غلاء، يعني في كتير شغلات غالية، المواد الغذائية غليانة، الامور كلها غليانة، يعني اللي عايش هون وعم يشتري بيعرف انه في غلاء، تمام؟ فبسبب هذا الغلاء بتنحسب انه بترتفع زكاة الفطرة لانه في غلاء، تمام؟ فحكى الشيخ وقال انه زكاة الفطرة على كل شخص 10 يورو، تمام؟ طبعا انت اذا حبيت تزيد او انت اذا حبيت تزيدي فهذا طبعا اجر ثواب عند رب العالمين وما بدي شيء عند رب العالمين باذن الله، تمام؟ فانا حبيت والله اوضح هي الفكره لانه في عالم عم تقول لك انه في ناس عم تقول انه اخي زكاه فطره 8 يورو، في شيء عم يقول 7 يورو، في شيء عم يقول 9 يورو، في شيء عم يقول 8.5. فمثل ما بيقولوا يعني كثره الاراء واحترنا شو يعني مع مين بدنا نمشي، تمام؟ فأنا عم بحكي بصراحة يعني عفوا، فأنا عم بحكي إنه الجامع المسجد اللي كنا فيه مسجد النور حكى إنه هيك 10 يورو، تمام؟ واللي بيحب يزيد طبعا أكيد هذا بميزان حسناته إن شاء الله. حبيت شارككم هذا الفيديو والله وشرحكم بس عن هذا الموضوع، وإن شاء الله أكون نفذتكم بالموضوع. ومثل ما كنتم شايفين القناة جديدة وبحاجة دعم، وأنا ماشي فيها إن شاء الله، ويعني حابب إني استمر إن شاء الله، بس بدي تشجيع يعني منكم إنه تدعموني وتشتركوا بالقناة وتعملونا لايك للفيديو وتشاركوا الفيديو بحيث إنه قدر الإمكان العالم تعرف وتسمع شو اللي حكينا، تمام؟ فما لنا غنى عنكم وما لنا غنى عن دعمكم، فأنتم بمعيدكم يعني شكلسونا الفيديو وزبطونا إياه وعملونا هيك لايك واشتركوا بالقناة إذا ما لكم مشتركين، تمام؟ بتشكركم وإن شاء الله بشوفكم فيديو جديد، بالإضافة إنه فوتوا على القناة وشوفوا محتوى القناة، محتوى القناة إن شاء الله بيعجبكم في كثير شغلات ظريفة، تمام؟ بتشكركم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.